محمد أحمد نصر النواجع من سكان سوسي، وأنا انولدت في هاي المنطقة. أبوي جدي كانوا فلاحين ومزارعين ومربين مواشي، خصوصا اليوم إسرائيل مسكرة فيش عمل، وأنا بنربي مواشي ومنفلح فلاحين مزارعين شا. احنا كمان ان ارض داخل اسرائيل 48 في النكبي، سنة النكبي طلعونا من هاي الارض، خطوط امامية في الجنوب في تل اعراض الارض طلعونا، وهاي الارض خاصة ان اجينا سكننا فيها. من 85 بدأت بنوا في المستوطنة سوسيا، بنوا سوسيا هاي في بدأوا في 50 بنوا، بدأت المعاناة من 85 لسنة 90. يعني هنا الواحد سواله مغارة، سواله بير يشرب ماء منه ومشان يقعد فيه أولاده وغنماته، شايف؟ ففاجئونا بدهم ترخيص للمغارة، بدهم ترخيص للبير. هذا الحكي في سنة 90، ما بتعطينا ترخيص هنا. في 2001 انكت المستوطن على مسافة 10 كيلو من هنا، انكت المستوطن، فهم علشان انكتت المستوطن هدموا جميع البيوت اللي في المنطقة، هدم أمني، يعني البيت طاب يهدموه بما فيه، يهدموه على الأثاث، على المواد التموينية، المواد التموينية تبعت الغنم هدموا عليها، كله عسوا في الأرض، اللبن والسمن دعسوا في الأرض، هدموا كل البيوت في 2001. الحين المستوطنين في مؤسسة بتشتغل لهم إلها اسمها الرقافيم. هذا الرقافيم رفعت علينا قضية لمحكمة العدل العليا، يعني هنسك سكان بؤر استيطانية غير قانونية، بؤر استيطانية فلسطينية غير قانونية. يوم الثلاثة وزعوا هنا الأوامر على الناس، وطلبوا المدير يعترف ثلاثة أيام، يعترف بعد ثلاثة أيام في هدم، يعني بعد الاعتراف إذا ما قبلوش الاعتراف خلاص في دمير. يعني حياتنا هان كلها هي عندنا مزارع غنم وتربية مواشي وأرض وشجر، كلها كيف معلوم تثمر.